متابعينا الأعزاء، نلتقي بالسيد علي درويش الفلاسي، رح يعرفنا أكثر عن نفسه. يا مرحبا فيك يا خالد. مرحبا فيك، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعرفكم بنفسي، علي درويش الفلاسي، المدير التنفيذي للمعهد الأمني الوطني. في الحقيقة جاتنا دعوة اليوم لحضور احتفالات المملكة العربية السعودية، ونحن ننتهز الفرصة الطيبة هذه ونهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بيومهم الوطني 88. وفي الحقيقة نحن نفتخر بالمملكة وبالعلاقات اللي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والأخوة اللي فيما بيننا، ونتمنى لهم دائما إن شاء الله في تطور وازدهار لمواكبة رؤية المملكة 2030. واتمنى دائما المملكة تكون في العلالي، ونحن دائما الإمارات والمملكة عينين في مركبة واحدة، واتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. خبرنا أكثر عن شوبه هذا اللان. شوبه هذا اللان طبعا هو مشروع طيب وراقي قريب من المعالم السياحية الموجودة في إمارة دبي، تبعد تقريبا عن برج خليفة يمكن تقريبا 3 كيلومتر حسب ما على علمي فيه. مشروع ناجح، المؤسس طبعا رجل أعمال فاعل خير كبير اللي هو ما يحضرني اسمه، ولكن ريال ما شاء الله عليه. الفكرة أنه كان يستخدم الديكور الخاص لشوبرلاند بجودة عالية في موزعة في دول العالم، واتمنى لهم كل التوفيق طبعا. والمستثمرين حسب ما هم حضروا وشافوا أن شوبرلاند بالمشاريعها الموجودة الراقية والمتنمية في منطقة جدا جذابة وقريبة من المعالم السياحية في إمارة دبي، طبعا تساعد السياح والمستثمرين خارج الدولة أنهم يحضرون دولة الإمارات. فعالياتكم في عام زيد الخير؟ نحن في المعهد الأمن الوطني نحن نقول دائما عندنا مبادرات كثيرة، عندنا مبادرات مجتمعية، توعية المجتمع في عام زايد بمكافحة الحرائق المنزلية والمطابخ والزلازل والأعاصير، أيضا عندنا فعاليات بتوعية المدارس بدور ومهام حراس الأمن الخاص اللي موجودين، ودائما نحن نشارك في معارض، وفي عندنا معارض جاي إن شاء الله في معرض التسق الدولي في شهر 1 بإذن الله سبحانه وتعالى. كلمة أخيرة حابب تقولها؟ أتمنى كل التوفيق أولا للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ونتمنى كل التوفيق أيضا لشوبا هذرلاند أيضا على مشاريعهم الطيبة، ونتمنى أن بقية المشاريع تنتهي في أقرب الوقت إن شاء الله، ونتمنى التوفيق أيضا لكل الحضور، ونشارك الشعب السعودي اللي موجود في دولة الإمارات بهذه الفرحة الطيبة بإذن الله. أخ علي درويش الفلاسي، شكرا لك.